كابتن أسامة هبدأ معاك على طول، لأنه الحقيقة النهاردة هل نقطة مرضية لمنتخبنا الوطني وشكل الأداء من وجهة نظرك شفته إزاي؟ بداية نقطة مرضية كتجميع نقط في المجموعة. أيوه. يعني أنا يمكن قبل المباراة قلت لو ما كسبناش ما نخسرش اللقاء لأكتر من سبب. أولا أنت بتلعب دوري في البداية دلوقتي مجموعات، بتجمع اكبر نقط اللي هيوصل فرقه واحده، فعايز تجيب اكبر نقط. فرقه الجابون لا الجابون خسرانه الماتش اللي فات من ليبيا. مزبوط. النهارده الخساره او التعادل 90% خرجها بره الموضوع. نعم. يعني انا اعتقد ان رغم ان هم فرقه جيده وعندهم نجوم لعيبه شفناهم النهارده هايلين، بالذات الخط الامامي يعني بتاعهم، لكن هيبقى في صعوبه. خسروا الماتش الاولاني وتعادلوا الماتش الثاني في ملعبهم. انت في المقابل خدت الثلاث نقط الاولين على ملعبك، والطبيعي انك تاخد التسعة بونت اللي على ملعبك، وهتجمع اكبر عدد تقدر تجيبه من المباريات الخارجيه. ايوه. فالنهارده كان مهم جدا انك انت تكسب، اذا ما كسبتش ما تخسرش اللقاء ده من حيث النتيجه، لكن من حيث الاداء طبعا أداء النهاردة ضعيف جدا. يعني معظم لعيبة المنتخب ما كانوش في الحالة الطبيعية بتاعتهم، يعني هتختار كده واحد أو اتنين حاولوا على قد ما يقدروا. حجازي كان بيكافح كتير، وبالذات في الجزء الأخير حتى في النواحي الهجومية لما كان بيطلع أثر شوية، في سواء في ضربات ركنية أو حتى كان بيطلع بيزود نص الملعب. أفشى البداية بتاعته كانت جيدة، رغم إن النهاردة ما بيلعبش في مكانه. يعني يمكن الكابتن حسام غير خمس تغييرات النهارده، الباكين بدل باهر لعب احمد توفيق واحد احمد اكرم اخوات عيله واحده مش مشكله. الباك ليفت طبعا لعب ايمن اشرف. بدايه لما بتلعب بالاثنين دولت بتحس انك انت عايز تعمل نواحي دفاعيه شويه. ليه؟ لانه الاثنين القدرات الهجوميه بتاعتهم مش كبيره، يعني سواء ايمن او احمد توفيق تملي بيبقى لعبهم لما بيلعبوا على الاطراف بيبقوا مايلين اكتر للتمركز الدفاعي. هنتكلم تفصيلا ماشي، لكن ماشي. انا بتكلم بشكل عام، بشكل عام الاداء ماشي. بالنسبه لك كان ضعيف جدا. طبعا كان ضعيف الاداء. ويعني الفترات قليله قوي اللي قدرت تستحوذ فيها على الكوره. معظم اللقاء كان الاستحواذ لصالح فرقه الجابون. الخطوره الكبيره كانت لصالح فرقه الجابون، وخاصه من الجبهه الشمال اللي هي يمنا. رغم ان هو لعب النهارده بثلاثه في نص الملعب وحاطط عمر جابر جنب احمد توفيق، وطبعا كمان محمد صلاح بطبيعه لعبه بيلعب في الجنب اليمين، فالثلاثه كانوا في الجنب اليمين، ومع ذلك هي دي الجبهه اللي طوال المباراه تقريبا في خطوره فيها علينا. يمكن نسبيا الشوط الثاني قلت، لكن الخطوره الكبيره كانت علينا من الجبهه ديت. نص الملعب الاستحواذ كان ليهم، بقول لك الخطوره كانت ليهم، فرص الاكثر كانت ليهم. يعني لحظات بسيطه قوي سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. منتخبنا هو الافضل يعني. طيب مين الايه اللي يعني اللحظات البسيطه دي اللي كان منتخبنا فيها افضل من لكن معظم اللقاء كان فرقه الجابون كانت اخطر.